مرة أخرى لم يتمكن المنتخب المغربي للكرة الطائرة من إحقاق الفوز، وهذه المرة أمام المنتخب التونسي والنتيجة 3 جولات دون مقابل. الجولة الأولى عرفت تكافؤا نسبيا بين المنتخبين، لكن المنتخب التونسي حسم لصالحه بعد أن استغل ضعف التوزيع الوطني. ينهي المنتخب التونسي الجولة بنتيجة 25 نقطة مقابل 23. الجولة الثانية ظن الجميع على أن العناصر الوطنية ستثور على مجريات المباراة لمعادلة الكفة، لكن لا شيء من هذا حصل. العناصر التونسية وضعت يدها مرة أخرى على الجولة الثانية وحسمتها لصالحها بحصة 25 نقطة مقابل 16. ثالث الجولات وختمتها جعل منها أبناء تونس تكريسا لسيطرتهم في هذا النزال أمام العناصر الوطنية التي لم تقدم الشيء الكثير في هذه المواجهة، والنتيجة النهائية 25 نقطة مقابل 19. بالنسبة لنا احنا كانت واحد المباراة مهمة لنا احنا بحكم اننا خسرنا البارح مع الكاميرون، واليوم راه قدمنا اللي في جهدنا، احنا ما بقاش فينا الخسارة، بقى فينا الجمهور هذا اللي كنا باغيين نفرحوه. خاصنا نكملوا نخدموا ماشي حتى تقرب عاوتاني شامبيون دافريك يا بري نقولوا راه اون دو بارتيسيبي، خاصنا نديروا ان ستاج، خاصنا ما خاصناش نضيعوا الوقت. فوالا، اقصاء المنتخب الوطني من التأهل الى الادوار المتقدمه كان وقعه في اخر انفاس البطوله ايجابيا، التعويض عن النتائج السلبيه الماضيه ظل هاجس النخبه الوطنيه ضد منتخب جنوب افريقيا. الفريق الوطني دخل هذه المواجهة من أجل التباري على احتلال الصف الخامس أو السادس. خلال هذه المباراة العناصر الوطنية هيمنت على مجريات اللعب، أسلوب مكنهم من الفوز ب3 جولات مقابل لا شيء، جولات جاءت نتائجها كالتالي 25-19 و 25-21 و 25-14. لوبجيكتيف ديالنا اللي كان هو الدومي فينال ما وصلنالوش، بصح لعبنا واخا المورال ديالنا كان هابط شي شويه، ولكن الحمد لله احنا درنا نصف الطريق، لحقاش الهدف ديالنا دابا هو اننا نتكلاصاو 5 ان شاء الله. هو دابا ما عندنا بدينا، ربحنا اليوم خصنا نربحو حتى غدا باش نديو 5 بلاص ونشرفوا شي نتيجه ايجابيه للجمهور المغربي. اسدل الستار على اول محطه لتحديد صاحبي المركز الخامس والسادس في انتظار موعد الغد ضد منتخب جمهورية الكونغو للتوقيع على انتصار آخر، عل وعسى أن يضمد